مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وسهرة جديدة وسالفة جديدة من سوالفنا ذكرى. مشاهدينا الليلة راح نستذكر معاكم واحد من أهم نجوم الفن العدني أو الحضرمي، وهو أحد أنواع الفنون اليمنية الأصيلة. أكيد شريحة كبيرة من حضراتكم بانتظار حلقتنا الليلة راح نتكلم فيها بإسهاب إن شاء الله عن هذا النجم الكبير الراحل، لكن في البداية حابين نطمن على صحة الفنان الكبير الأستاذ أحمد الصالح، خصوصا بعد الأخبار الغير مطمئنة اللي انتشرت في بداية هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفعلا العم أحمد الصالح متواجد حاليا بالولايات المتحدة للعلاج، وتفاصيل حالته الصحية راح نعرفها الحين مع هذا الاتصال الهاتفي والأخ وليد أحمد الصالح. وخالد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله غادة. يا هلا ومرحبا فيك، سعداء بوجودك معنا على هذا الاتصال الهاتفي على الهواء. وانا اسعد كذلك، وهذه ماي غريبه على تلفزيون دوله الكويت، لبنان، على فنانين، وايضا طمأنت جمهور الفنانين اللي صراحه اهل الكويت ما قصروا بالدعاء الوالد، وهذه ما هي غريبه على اهل الكويت. اهلا خير. انا طبعا كلمتك وطمنت، لكن المشاهدين كلهم والكويت كلها وحتى كل دول الخليج حابين انهم يطمنون اكثر على العم احمد، شلون الحين وهل صحته فعلا مستقره؟ والله خلال طبعا الوالد صار له تقريبا شهر نتيجه العادة الصحي اللي اصابه، طبعا علم الديوان الاميري وعلى طول امر سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح رضى الله بارسال الوالد الى العلاج في الخارج، وطبعا اتجه الى الولايات المتحده، والان حاليا في مستشفى جون هوبكنز في مدينه بالتيمور لتلقى العلاج خلال هذه الفتره. نعم، قالوا وطلعت اشاعات كثيره انه بغيبوبه وان حالته حرجه، لكن نبي نعرف اكثر لو سمحت. بالضبط اختي غاده، طبعا اهل الكويت يعني اكيد انهم يعرفون يطمنون على صحه الوالد، وايضا احنا لازم نكون قادرين ان احنا نوصل حالته الصحيه بشكل مباشر. حاليا صحته طبعا خلال الفتره اللي طافت اول ما راح كانت حالته تقريبا شبه مستقره، لكن خلال الاسبوع الاخير هذا حالته صارت غير مستقره، وعلى ضوء ذلك تم ادخاله في العنايه المركزه لتخفيف العلاج، وبعدين استمر فيها تقريبا لغايه هذه الفتره، لكن بفضل الله سبحانه بفضل دعاء اهل الكويت اهل الخير اطمنهم ان شاء الله حالته خلال امس واليوم وصلتنا اخبار بان الوالد ولله الحمد قادر انه يستجيب الى العلاج، وان شاء الله يطمنون اكثر خلال الايام الجايه. نعم ان شاء الله، وان شاء الله نسمع منك كل الاخبار الطيبه، واكيد يعني دعائنا للوالد بالعوده باذن الله بصحه وسلامه لارض الكويت ان شاء الله. وانا صراحه يعني باسم العائله اشكر كل من مشهد عن الوالد سواء بالمكالمات او عن طريق التواصل الاجتماعي او عن طريق الرسائل النفسيه سواء كان داخل الكويت او خارج الكويت. كذلك شكر جزيل الى معالي وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود لاطمئنانا باستمرار صراحه، يعني مشكور جدا، وهذه ما هي غريبه على وزير الاعلام. كذلك شكر خاص الى الفنانين اللي اتصال يعني متواصل للسلام عن صحته والاطمئنان عليه. كذلك شكر اخر الى اهل الكويت صراحه اللي اسلقوا صدورنا في هذا الدعاء، وبعد الله سبحانه الوالد ما تحسنت حالته الا من دعاء اهل الكويت، وانا ان شاء الله اتمنى
أن يستمرون بالدعاء إن شاء الله بإذن الله، والله يكتب له السلامة بإذن الله، وتكون دعوات أهل الكويت وأهل الخليج كلها من نصيبه إن شاء الله يرجع لنا سالم وغانم. وشكرا لك أبو خالد على هذه المداخلة الهاتفية، وشكرا أنك طمنت قلوبنا. الله يسلمك، الحمد لله. وأنتم بعد شكرا جزيلا لتلفزيون الكويت وإذاعة الكويت والصحف اليومية بصراحة، شكرا جزيلا. نعم. شكرا لك، حياك الله. مشكور، جزاك الله خير، لا حول ولا قوة. إذا مشاهدينا الحمد لله طمنا على صحة فنانة الكبير أحمد الصالح، وطمنا أنه بإذن الله يعني قاعد يتجاوب بصورة جيدة للعلاج، والله يتمم عليه ويرجع لنا بإذن الله بالسلامة إلى أرض الوطن. مشاهدينا علشان نبدي معاكم حلقتنا الليلة خلونا نبدي بهذا التقرير. يوسف مطرف محمد المنيس، سفير الشجن العازف على أوتار الحب، نجم الطرب العدني، تسيد الساحة الشعبية بغناء الرائع للتراث الحضرمي وألحان الخاصة لعدد من أشهر أغنياته. الفن عنده حالة حب وعشق، وما يختلف على موهبته أثنين. 13 عام مروا على وفاته، زادت شهرته وتأكدت نجوميته. الحاضر الغايب يوسف المطرف ترك أفضل إرث الجمهورة، واللي تجسد بولده المطرب الشاب مطرف المطرف، اللي ورث الصوت والصورة والموهبة من والده رحمة الله عليه. حياكم الله معانا من جديد مشاهدينا، الليله سهرتنا غير اكيد وسوالفنا غير، الليله حلقه خاصه عن الفنان الكويتي الراحل يوسف المطرف. بصراحه دورنا وبحثنا بعمق بارشيف التلفزيون وما لقينا الكثير، فالراحل الكبير لم يكن يسعى للشهره ابدا، وكان مقل جدا بالظهور التلفزيوني وحتى عبر بقيه وسائل الاعلام، لكن تاريخه وارشيفه موجود وبالحفظ والصون بعهده جمهوره ومحبيه، لذلك هو أرشيف مصان وباقي للأجيال القادمة. عشان نتكلم عن هذا الفنان الكبير اللي ما زال حي بقلوب جمهوره، حبينا يكون معانا امتدادة بالدنيا صورة القرن 21 منه، هو النجم الكويتي الشاب مطرف المطرف. مساك الله بالخير مطرف، وحياك الله معانا. مساك الله بالنور، يا هلا مرحبا اختادة. يا هلا فيك، وطبعا سعداء جدا بوجود الأستاذ والدكتور حمد الهباد العميد السابق للمعهد العالي للفنون الموسيقية. مساك الله بالخير. يا هلا فيكم. يا, يا هلا فيك يا دكتور، سعداء جدا بوجود قامة بمثل حضرتك يعني معانا الليلة. يا هلا فيك. أيضا سعداء بوجود الأستاذ فيصل خاجة الباحث بالتراث الفني. مساك الله بالخير. يا هلا فيك. يعني الليلة علشان تكتمل الحلقة بجمالها وبهذه القيمة الفنية الكبيرة اللي معانا، طبعا الليلة بدينا الحلقة بعزف حي من خلال فرقة موسيقية رافقت الفنان الراحل يوسف المطرف. الفرقة اللي موجودة معانا أنا يشرفني جدا وجود مثل هذه القامات الكبيرة وهذا العزف الاحترافي الفني على الآلات الجميلة، طبعا الفرقة بقيادة الأستاذ محمد رويشد وهو موجود معانا الليلة على القانون. مساك الله بالخير وسعداء جدا بوجودك. أفضل عازف كمان بالكويت وبالخليج الأستاذ مبارك بخيت، مساك الله بالخير وسعداء جدا بوجودك. ومعنا طبعا على الناي سعيد الصالح، وعلى الإيقاع طارق الشيحة ومحمد الشيحة على الدف. طبعا أنا كنت حريصة جدا على ذكر الأسماء لأن فعلا أنتم من العازفين المحترفين اللي نفتخر بوجودكم بالكويت. شكرا لوجودكم الليلة معنا. نبدي الليلة حلقتنا بالبداية أستاذ ودكتورنا حمد الهباد. يعني حضرتك باحث أيضا ومهتم جدا بالغناء في فترة السبعينات والستينات، واللي نعرف أن أهل الكويت طول عمرهم يحبون الطرب ويحبون الأغاني. صحيح. الجلسات الغنائية كانت على طول موجودة عندهم في مجالسهم وبدواوينهم. صحيح. السمرات عندنا بالكويت متى تغيرت من سمرات مختصة بالصوت وغناء الصوت إلى العدنيات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا من نرجع للستينات نربطها بالخمسينات والاربعينات كذلك، يعني الشعب الكويتي منذ الازل
كانوا على اتصال عبر سواحل الخليج العربي في البحرين وقطر وعمان إلى غاية عمان يعني. فكانوا في اليمن يبندرون للسفن وكان معاهم مكبس يسمونه مكبس له العود صاحب العود، وكلمة مكبس هذه وايد مهمة لأنها أساسا مستقاة من آلة العود العربي القديم اللي اسمه قنبوس يسمونه القنبوس. فالقنبوس قام حرفوها إلى مكبس. فهذا يعني اللي يعزف يكبس يعني مطرف اليوم بتكبس لنا اليوم. نعم المكبس له عازف العود يعني عازف العود. العود العربي القديم كان أربع أوتار. حلو. فكانوا يقعدون في السفن ويون الحضرموت وأهل اليمن يقعدون معاهم لما يبندرون يعزفون. فهذه التأصيل منذ القدم على أهل الكويت أنه كانوا يهتمون بوجود السمرة حتى على سطح السفينة، ليس فقط الأغناء البحري كما هو معتاد ولكن حتى الأصوات كانت جزء من هذه الرحلة. بل بالعكس كان الغواص كان يعطونا قلاطة، الفنان يعطونا قلاطتين يعني فلوسه أكثر دبل. بس أنا الحين يهمني الدواوين بالكويت والجلسات. هذا أنا أتكلم عن الامتداد. إحنا عندنا في الكويت أساسا يعني هذا كان في الستينات والسبعينات، أنا أتكلم عن هاي الفترة بالذات. كان جزء أساسي من الشباب الكويتي كان يعتمد على شيء اسمه السمرة. والسمرة نوعين، إما السمرة اللي مثل ليلة الجمعة اليوم، ليلة الجمعة هذه كانت أساسية، وفي محفوفة اللي هي أيام الأسبوع تصير الظهر العصر ليل مسيان. هذه دائما يعني تجدين المحفوفة والسمرة اللي فيها أعداد كبيرة من المطربين والجمهور. هذه التأصيل أعطى الشباب الكويتي أساسا حب التذوق، وهذا هذه الرؤية الأساسية اللي أعطت الشباب الكويتي في ذلك الوقت البعد في التذوق الفني بشكل عام. يعني ليس فقط غناء كويتي، إنما إحنا نمر في مراحل التذوق على جميع الفنون الموجودة، من ضمنها كان الفن اللي يسمى عدني. هو مو اسمه عدني، هو نسبة إلى عدن، لا هو يعني من جنوب اليمن بشكل عام كان مشتهر فيها فنان أصيل اسمه محمد جمعة خان. هذا كان فترة من الفترات يجي الكويت ويروح، لكن بعد وفاته انتهى، أعيد إحياء ذكراه الفني من خلال شباب الكويت في السبعينات. طيب أستاذ فيصل ننتقل حق محمد خان، محمد جمعة خان. هذا الفنان مثل ما ذكر الدكتور أنه يعني شهرته بدأت بعد وفاته، شلون يعني أنت عاصرت طبعا الفترة اللي كنت أيضا تعزف فيها مع الراحل يوسف المطرف؟ بس أنا بالتالي أنا أتكلم عن نص التسعينات تقريبا. الدكتور مو احنا لازم نبين حق الجمهور ان انت ايضا يعني رافقته لان انت صغير بالعمر بلشت حياتي طولت العمر. لا انا ابدي من حيث انتهى الدكتور حمد، يعني كلامه صحيح ان هذا احنا نسميه فن عدني، وبالاساس مو فن عدني لان الفنان الاساسي اللي هو محمد جمعة خان توفى سنه 65، وفي سنه 65 هو كان ينتمي حق سلطنه القعيطيه يسمونها اللي هي حضرموت. حضرموت كانت تنقسم لاكثر من سلطنه. فهو توفى وهو حضرمي ما كان يمني. يمكن راج الفن بالسبعينات عندنا يعني وصلنا، بس هو اوريدي كان يعني له وجود وانتشار كبير في اليمن ومناطق من عمان في وقته، الحين نتكلم بالاربعينات والخمسينات والستينات. لكن الرواج في منطقتنا احنا يمكن ما مثل ما ذكر الدكتور محمد انه بالستينات والسبعينات استلطفنا الكويتيين استلطفوا هذا اللون من الفنون لان ايقاعاته نشطه وغريبه وجمله سهله ومحببه تصل للقلوب بسرعه يعني. طيب مطرف انت تعرفت زياده على محمد جمعة خان؟ اي عندي فكره عن الفن اللي قدمه بذيك الفتره. يعني حسيت احساس الوالد انه ليش يعني وايد عشق فن الراحل. مثل ما تفضل الدكتور قبل شوي انه فنان اصيل جدا، يعني اي واحد لما يسمعه يعكس البيئه اللي هو جاي منها. نعم. فقدم فن بصوره يعني احترافيه عاليه وبصوره جدا صحيحه كانت يعني تعكس التراث اليمني او البيئه الحضرميه عفوا. وانت تحب يعني انك تبحث بهالتراث ولا انت يعني حابب اكثر انك تكون ولد الجيل الحالي؟ لا هذا الفن احنا يعني في البدايه تاصلنا فيه، يعني هو مثل ما تقولين كان اساس الاغاني الحضرميه، فثقافه عاليه تحمل ثقافه عاليه، ثقافه موسيقيه من نوع فريد يعني مميز ما تلقينه في اي فن من الفنون. نعم هذا واحد. اثنين
احنا كشباب عشقنا اللون. نعم. وحبيناه، فلا يمكن ان نتركه حتى لو ما شينا العصر الحالي. نعم. او الجيل هذا في الاغاني او نوعيه الاغاني، بس تبقى الاغاني هي الروح نرد عليها. هي الاصل. شنو راح تسمعنا اول اغنيه؟ شنو حاب تسمعنا مع الفرقه؟ اتوقع نور العين نبدي فيها. يلا. ناخذ هذه الاغنيه معاكم مشاهدينا. تفضل مطرب، واليوم راح ان شاء الله تسمعون العديد والعديد من الاغنيات ان شاء الله. Thank you.
حياكم الله معنا من جديد، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين كثر ما إحنا مبسوطين بوجود طبعا الفرقة الموسيقية وأيضا ضيوفنا الأعزاء والأغنيات الجميلة اللي راح نستمع لها على مدار حلقتنا الليلة. حبينا نقول لكم اللي يحب إنه يشارك معنا سواء بالإنستغرام أو حتى على تويتر، التويتر هو على الأكاونت الخاص فيني هو @غادرزوقي، اللي يحب إنه يشارك في البرنامج هاشتاج سوالفنا _ ذكرى. أما اللي يحب إنه يشارك عن طريق الإنستغرام فطبعا زميلنا العزيز فواز دشتي سوالنا أكاونت خاص بالبرنامج الحين راح ينزل طبعا اسمه، واللي يحب إنه يتواصل معنا هو طبعا مجابل وراح يعطينا أول بول أسئلتكم لضيوف الأعزاء إذا كان عندكم أي أسئلة أو تعليقات. نرجع من جديد دكتور نتكلم عن العلاقة اللي كانت تربطك مع الراحل يوسف المطرف. أنا قبل متى عرفته؟ إيه قبل لا أبدأ أنا وأنا أشوف ولدي مطرف. مطرف. فأقول من شابه أباه فما ظلم. يقول لك اللي خلف ما مات. ونغمة الصوت والعزف العود. يوسف الله يرحمه احنا تعرفت عليه مثل ما تعرف عليه الجيل اللي انا في السبعينات، كنا مراهقين والشباب صغير نحب السمرات، فمن خلال العود وانا كعازف كمان في ذلك الوقت هذه بدايه معرفتي فيه كعازف. يتميز فيه الله يرحمه ويغفر له كان دمث الخلق، اولا هذه جزئيه لازم اقولها، دماثة خلق ما بعدها، الابتسامة ما تغيب عنه، كان يؤدي بإحساس لدرجة وأنا أعزف الكمان معاه كان يلفت نظري إحساسه، فما كنت أعزف كنت أستمع في وقتها، فجذبني أسلوبه في الأداء، عزفه على الريشة تختلف عن الآخرين، له أداء بالريشة ما شفت مثله يعني من جيلنا يعني إحنا، كان عنده تقنية في العزف عالية جدا، موسيقية عالية جدا. هذه الفترة اللي أنا لما جيت أقعد فيها معه كنا نقعد حتى في الظهر يعني في السمرات اللي هي المحفوفة أحلى لأن نقعد مع بعض شوية 4-5 ونتذوق بشكل أفضل من السمرات الكبيرة. الكبيرة لها ذوق ولها لون بس المحفوفة لها يعني مثل سلطنة أكثر، نتعرف على بعض أكثر. فهذه الفترة اللي تعرف فيها على الله يرحمه أخوي رحمة الله عليه. وش رايك بعزف مطرف؟ أنا قلت من شابه أباه فما ظلم، وهو يعزف أنا عيني قاعد طالعة على إيده، على إيد الريشة. شنو موضوع تكنيك الريشة هذا؟ الريشة يعني شاعر يقول وناطق بلسان لا ضمير له كأنه فخذ نيطت إلى قدم، يبدي ضمير سواه في الحديث كما يبدي ضمير سواه الخط بالقلم. فمثل ما القلم يكتب بأسلوب جميل تجديد الريشة تعزف بأسلوب جميل وفكر جميل. مطرفة الله يحفظه أنا شفت أبوه طريقة السلالم وطريقة العزف والرزق الله يحفظك إن شاء الله، لأن فعلا مثل صورة طبق الأصل للجيل كان في السبعينات. احنا طبعا انتهى هذا الجيل وانتهت السمرات بشكل الأولاني كان، لكن كانت فيها، لكن ايضا مطرف عندكم سمرات وجلسات تستمعون فيها للاغنيات وتأدون طبعا فيها موجودة هذه الاغنيات موجودة، ايه موجودة يعني ما انقطع هالفن، لا قاعد يتوارثون الاجيال يعني. ايش كثر تأثرت بعزف الوالد خصوصا ان الدكتور حمد قال يعني عنده يعني تقنية معينة او تكنيك معين بالعزف؟ وايد والله بصراحة، بس هي مثل ما تقولين ما ادري اذا وافقني الدكتور الجينات هي اللي مأثرة اكثر يعني انا محظوظ ما تعبت وايد عرفتي، فالتأثير يا غصبا علي. وانت صغير عرفت انك يعني مرة سمعت الوالد عزفك على العود، قول لي هالحادثة هذه. وقتها انا كنت طالب ادرس في الامارات، فجيت بالعطلة انا صار لي كم شهر اعزف، وقتها كنت حافظ تقاسيم فريد. حلو. فريد الأطرش رحمه الله عليه. فالتقاسيم هذه ما هي سهله يعني صعبه، فمو اي واحد يعزفها. وهو ما عنده فكره ان انا اعزف عود او ان حتى عندي عود بالبيت او شيء. كنت متردد اني اسمعه وخايف بنفس الوقت. بس جاتني الجرأه وسمعته يعني، قلت له يبا بسمعك شغله بس لا تعصب. كان يعصب؟ وهو ما كان وده انه ياخذني المجال عن دراستي. اي ف شافني ادري ان انا يدري اني متولع بالعود وكذي بس ما عنده فكره ان انا اعزف. وانا بيني وبين نفسي ودي اسمع شيء، ودي يعني مستانس باللي انا
باللي عندي، فسمعت التقاسيم مبهر. حلو. قال لي منين لك هذا؟ يعني شلون؟ متى تعلمت ومتى؟ قلت له والله يبقى السالفة كذي كذي وبالإمارات وتعلمت. فأعجب بالعزف. حلو. بس ما مدحني وايد. ما يبيك تنغر. لا ما يبي المجال ياخذني، لأن صدق يعني احنا لما بديت بالعود والعزف تولعت، يعني مو بس انا، اي انسان موسيقي تسالينه الشيء هذا لابد انه ياثر عليه. ياخذه فعلا. انا عندي صوره ابيك تشوفها معانا مطرف، خلونا نشوفها ونوري المشاهدين ايضا. منو هالوسيم هذا؟ من طلعته هذا؟ انت طبعا متفاجئ فيها هو وايد صدق. ما ادري كم كان عمرك؟ ما ادري. هذه سنة 91 على العموم. هذه؟ اي. يعني كنت وايد صغير وبهالوقت هذا كنت بالامارات لابس. بالامارات. بس استغربت والله من الصورة، يعني ما ادري ما اذكر. هذا احد محبيك يانا ليلى استوديو اعطانا اياه، بس قال لا تقولي نسمي منو. على العموم انا اشكره من كل قلبي لانه فعلا تفاجأ فيها مطرف واغنية جميلة. صورة جميلة جدا. دكتور حمد، نبي نسولف شويه معاك ومع فيصل. اخوي فيصل دش بالموضوع. خليني اجاوب. يعني ادخل ويانا، احنا قاعدين بديوانيه. ومطرف قاعد يسولف حضرني موقف، اسمح لي عاد اقوله. بيوم من الايام كنت انا والمرحوم وكان مطرف موجود ويانا، وكان مثل ما قاعد تفضل انه كان قاعد يعزف قدام ابوه. حلو. وبالعكس ابوه كان يمدحه من قدامه ومن وراه. وقال الوالد بس من وراي اكثر، يعني وراك اكثر. واقول لك الموقف اللي صار وذكرتك فيه بعدين. ان هو المرحوم كان عنده محل يصنع عواده، فتقريبا عنده يمكن 20 عود مفروش فوق. فقال له نقى العود اللي تبيه. هذا راح خذ العود الاول، لا ما يصلح، الثاني، الثالث، نقى عود. قال له هذا ما تاخذه. كان يعصب ويبدا العود. صح. ايش معنى ما ياخذه؟ طلع كان يقول لي نقى اغلى عود ب 400 دينار. هدى ذيلا كلهم الملعون، خذ هذا. هذا اللي عجبني. بعد ذويق. وبعدين خذاه. بعدين خذاه. بالتحايل خذاه بعدين. لازم اخذه. لا طبعا انت وحيده، يعني بسم الله عليك، يعني امتداده، فاكيد ما راح يغلى عليك هالعود. لكن اللي اعرفه ايضا ان نوعيه العود اللي كان يعزف عليه الراحل يوسف المطرف مختلفه. يعني انا الاستاذ عزام الحميدي قال لي على معلومه وايد اعجبتني، قال يعزف يوسف المطرف على العود البغدادي مال محمد فياض. هناك يجيبونه نوعيه خشب معينه تتصنع. محمد فاضل تقصد؟ محمد فاضل سوري. اي عادي انت خو دقيق. ساكت وانا اللي تحكي. قاعد تقول صانع جديد ما سمعنا فيه هذا. محمد فاضل. نعم. هل فعلا نوعيه الخشب تاثر على الاداء نفسه وعلى الصوت، النغمه اللي تطلع من اله العود؟ طبعا الخشب بشكل عام هو الكثر ما تقل نسبه الرطوبه فيه كل ما يصير رنينه اكثر. والخشب بالذات يعني سرعة الصوت في الهواء 340 متر في الثانية، هو 16000 متر في الثانية أنواع من الخشب. فتخيل أنت المسارح يستخدمونها من نوع من الخشب عشان ما يستخدمون ميكروفونات، يستخدمون هذا الخشب لتوصيل الأعواد اللي كانت بالستينات مثل ما تفضلتي. كان المشهور فيها محمد جمعة خان، آسف، محمد فاضل، حتى احنا غلط. هذا هو المشهور كصانع للاعواد. نوعيه الخشب اللي كانت تستخدم كانت فيها رنين، فكانت هو الافضل عن العود الشامي. ما يخالف ادش شويه تاريخيا ل 1930، ذكر احمد بشر الرومي الله يرحمه في كتاب ان كان العود الموجود في الكويت يسمونه العود اللي رقمه، يعني كان من الهند، يبون خشب محفور وعليه رقمه، اي سطحه العود هذه من الجلد وعليه اربع اوتار. استمر للثلاثينات في الكويت واللي ردأته لان في رطوبه ما يطلع رنين، استبدلوا فيه العود الشامي. الاعواد الشاميه كانت رخيصه، لكن العود البغدادي او ما يسمى بالعود البغدادي اللي هو محمد فاضل كانوا افضل انواع الرنين في الاعواد اللي تستجيب. طبعا في مصر، لكن كان هذا النوع الخشب اللي يستخدمه يعطي رنين افضل. طبعا الصناعه لها دور، وهذا جرني على الفنان الراحل يوسف المطرف، انه ما بس امتهن الطرب او امتهن، انما دش في صناعه الاعواد. نعم. وفتح محل.
الله يرحمه قبل وفاته باسبوع اهداني عود وكتب عليه داخل الاهداء للدكتور حمد الهبال يوسف المطرب، لغايه الان عندي العود محتفظ فيه. فالصانع معناه وصل الى مرحله من التطور، مو بس الفكري والذهني، انه يوصل الى مرحله صناعه اله العود. وهو المرحوم الله يرحمه خصوصا انه متذوق للاله نفسها، فيبي يصنعها بالشكل اللي يعطي افضل استفاده من هذه ولا الآلة. يمكن يكون عود جيد الا يكون العازف جيد، الصانع أكيد اذا كان فاهم مش متجار، لان في فرق بين المنجره انه يسوي عود او واحد فنان يصنع عود. نعم. معنا هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذ عزام الحميدي، مساك الله بالخير وحياك الله معنا أبو فيصل. مساك الله بالنور أخت غادة، وأمسي عليك وعلى الإخوان اللي موجودين وياك، بدأت الدكتور حمد الهباد وأخوي محمد رويشد، مع أن أنا ما شفت ولا قاعد أشوف، أنا برا على الهواء، لكن اللي عرفت أن أخوي مبارك وعيد معاكم. نعم. و اخوان الرحباني انا اسميهم طارق ومحمد الشيحه، عرفت شلون؟ والاخ فيصل خاجه. نعم. ما التقيت وياه. نعم. وسامحوني يعني اذا ما خذيت اي اسم ثاني. احنا طبعا نجم الحلقه الليله مطرف المطرف، وانت لك علاقه مع مطرف قويه، خلينا نتكلم عن بدايه معرفتك بمطرف، شلون كانت؟ والله شوفي مطرف الله بالخير اول شيء. ثاني يعني. شيء مطرف المطرف سمعته أنا من بداياته، بعدين عزمني واحد صديق من عيال شهاب اسمه مؤيد شهاب، عزمني على حفل زين عندهم في البيت وحضرت الحفل، أو بالأحرى هي سمرة بالشعب يقولونها. نعم. وحضرت السمرة وقعدت، وبعدين أثناء الحفل يا مطرف وقعد يمي، أنا ما أعرفه، أنا أول مرة أشوفه، فعرفني عليه يا لمؤيد، قال له عرفت هذا؟ قال له لا، أنا التفت عليه ما أعرفه، كان يقول لي هذا مطرف ولد يوسف. فتفاجأت فيه وسلم علي وقعدت سمعت له كذا أغنية، وبس من مسك العود، من حطة العود، من الحركات، يعني متشرب ابوه صح. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. عرفت شلون؟ نعم. فمن هذاك الوقت يعني تكلمين من 3-4 سنين 5 سنين الحفله هذه. نعم. وانا قاعد اتابع حفلات مطرف. يعني اخوي ابو فيصل قلت لي احنا نخاف على مطرف، نبي دائما في تقدم مستمر. أكيد. شنو تقصد؟ يعني وشلون انت تشوفه، يعني تشوفه وين بالساحه الغنائيه الكويتيه الحين؟ شوفي انا اقول لك مطرف، انا بقول هالكلام مطرف بس لا تنغر، ها انت مطرب انت شوف لا لا اي انت شوف انت عندك نوعين من الجمهور، عندك انت او بسميك مطرب الجيلين القديم والجديد. نعم. القديم اللي هو سميعة ملوت أبوك الله يرحمه، الثمانينات والتسعينات زين، وشلت الحين على عاتقك أنت الجيل الجديد اللي قاعد يسمعك واللي قاعد تقدم له الفن المحترم. نعم. نشكرك جدا أبو فيصل ويعطيك العافية، ويعني أنت رافقت وكنت صديق للراحل يوسف المطرف، والحين يعني محبتك لمطرف طبعا امتداد لمحبة والده رحمة الله عليه. أكيد ما في شك، ولا تنسين ولا تنسى مطرف أنت يعني الحين في عقد مع روتانا زين، أنت قاعد تقدم إثبات حق تقدمك، امتلاء الصالة الحفلة اللي فاتت والحفلة اللي قبلها. خلنا نسولف عنها شوية هذه. بس مو قاعد اسمعها عدل ترى شوية. هذا غادة هذا هو قدامك صوت وصورة. انتوا سويتوا هالمرة دقة بالجمهور، ما سويتوا دقة بالفنانين، لأن احنا نعرف أن فبراير دائما يعني المطرب الأول شوية ينظلم، خصوصا من الجمهور اللي موجود بالصالة. فيعني قلنا يمكن ما يكون مطرفه اول واحد، لكن اول ما دروا الجمهور ان مطرف اللي راح يفتتح الحلقه انترست القاعه كلها. اي ما شاء الله. وهذا شيء يعني الكويتيين صراحه ما يروحون الا حق اللي فعلا يعشقونه. لا لا اكيد يعني مطرف محبوب، وانا يعني متوسم فيه خير، ومن الشباب اللي فاهمين في الاله اللي قاعد يعزف عليها، متفهم بالموسيقى،
داخل في يحب مثل ما تقولين يعرف كل شيء في الموسيقى يعني. نعم. مو مثل يعني مع احترامي للشباب اللي موجودين على الساحه الفنيه كلهم فيهم الخير والبركه، ممكن واحد يجي له تجي له اغنيه ويغنيها ويشوتها ويروح. نعم. لكن مطرف انا عارف انه هو حريص نفس ابوه رحمه الله عليه. نعم. زين دقيق يعني ما شاء الله في الاغاني، عرفت شلون؟ ويعني اذا بتوجيهات العمالقه اللي قدامك الدكتور حباد، مبارك بعيد، محمد رويشد، الاخوان ما راح يقصرون عنا باي شيء. نعم. واحنا بعد وياك. شكرا لك، شكرا لك ابو فيصل، وعساك على القوه. شكرا على هذه المداخله الهاتفيه، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. يعني ما نبيك تنغر ها. انا ما لا لا، الناس ما تمدح العمل الجيد فقط علشان لا ينغر، انزين بس حق يعني حق من حق انه يعرف. حق لازم الواحد يمدحه قدامه يعني. صحيح. لانه هو انسان فنان وادى عمل جيد والجماهير كلها تشهد له، فمن حقه انه ياخذ الكلمه الطيبه، ما نقولها من ورا، نقولها قدامه. نبي نسمع الحين اغنيه، نبي نسمع اغنيه عندنا متى القاك. متى القاك ايش رايك؟ يلا نسمعها مع بعض الحين مشاهدينا. العين كم تحرقني نظراتك، شفني دوم ابكي لما انا اشوفك. يا نور العين كم تحرقني نظراتك، شفني دوم ابكي لما انا قابلنا ببابك.
هذا الشريط لإخواني سامي الوهيبي ومشاري رويح. أشكر الأستاذ فيصل خاجة على هذه المشاهد النادرة اللي عطيتنا إياها اليوم، على الأقل بنقاء جيد علشان نقدر نعرضها للمشاهدين. ما الشكر طبعاً تسلمين، الشكر حق أصحاب المقاطع طبعاً، نخص بالذكر الأخوان مشاري رويح
وعلي علي الوهيبي وسامي الوهيبي اللي زودونا بهالمواد هذه. للأمانة مشاهدينا يعني كل أصدقاء يوسف المطرف كانوا على أهبة الاستعداد، وأكثر من شخص أنا كلمته وكل من ما بخل بالمعلومة ولا بالمادة، واللي يقدر أنه يعين ويعاون في إتمام الحلقة بشكل الجيد كانوا ما شاء الله يعني ما يقصرون. فألف شكر للجميع بدون ذكر أسماء عشان لا أقول أحد وأنسى أحد، لكن كلهم مشكورين ما قصروا. اسمحي لي على شغلة، يعني على خطى المرحوم وطول عمره كان صريح يعني، وطلع بأكثر مقابلة بالتلفزيون، وقد يؤخذ علينا كان صريح زيادة عن اللزوم. فأنا هم عندي عثب على التلفزيون. أنت أول ما بديت الحلقة قلت إن دورتوا مواد بالتلفزيون ما لقيت ولا. طبعا في جزء كبير يتحمل المرحوم، بس في جزء هم كبير ثاني يتحمل التلفزيون نفسه، لأنه في مقابلات على الأقل في تقريبا 6-7 مقابلات اختفت. يعني الشيء اللي كان قبل الغزو واختفى واحد ما يقدر يتكلم عنه، لا حول ولا قوة. لكن في مقابلات بال 94 بال 96 بال 98 وغيرها. بما أنك ذكرت عيل، خلينا نحط المقطع هذا من برنامج كان بالتسعينات، كان من تقديم زميلتنا حنان كمال. وكان أيضا في ذكر الراحل يوسف المطرف الدكتور حمد الهباد بكلمة، نشوفه مع بعض ونرجع لكم. يعني في الغالب أنا لجنة وعلى الهواء مباشرة يعني. نعم. لجنة فنية وعلى الهواء مباشرة وبكل صراحة صريحين. نعم. ويحكمون على الفنان، تعال اجلس. نعم. ورنا فنك أو ورنا قدراتك وإمكانياتك الفنية. فتمام يعجبوني. أقول يا ريت الآن في الكويت يعني يكون دكتور مثلا حمد الهباد. نعم. يكون استضفناه نعم معنا هنا في ظهيرة السبت. إيه، هذا دكتور أكاديمي مثقف ذات ثقافة عالية جدا، وكل الموسيقيين يحترمونه. نعم. ويقدرون ثقافته وهذا. فأنا أقول يا ريت تكون لجنة يرأسها دكتور حمد الهباد، وكل فنانين ما في حد يعارض. نعم. عندك تعليق على اللي قال الراحل يوسف المطرف؟ اي طبعا. انا اول شيء يعني اول مره نشوف يقول اسمي بهذه، وهذا شرف كبير لي انا. لكن هو قاعد يبعث رساله ويمكن ما حد فهمها، انه هو حفاظا على الاغنيه وحفاظا على هذا التراث يجب تكون في لجان. نعم. وهذه اللجان لابد انها، طبعا اذاعه الكويت وتلفزيون الكويت من زمان كان في لجنتين، لجنه للنصوص ولجنه للالحان والمطربين الصوت، كان يرأسها أحمد العدواني الله يرحمه، الشاعر أحمد العدواني، والشاعر أحمد أو الفنان أحمد باقر. نعم. هو قاعد يعيد التصور هذا، أن حفاظا على الأغنية حفاظا على، لابد أن يكون في لجان ما تمر لإجازة العمل، لإجازة العمل نفسه. لأن الآن أصبح كل من يحط شريط وخلاص ويمشي، لكن على حساب الفن نفسه الكويتي. هو البعد لهذه الرؤية لذات بعد للأغنية أنه يحافظ عليها من خلال اللي يكون فيها لجان. وأنا اللي شرف أن حط اسمي، وأنا والله ما أدري، لكن فعلا البركة في الكل من المذوقين في الكويت، شعب مذوق، أنه يكون فيه لجان تبحث في هذه الفنون الغنائية. مو كل واحد يدش الساحة نعطيه المجال نقول والله غني. قاعد نسمع أصوات للأسف الشديد، ألحان للأسف الشديد، كلمات للأسف الشديد. أنا ما أقول للأسف الشديد يعني يعني ارجع للماضي اللي هو بالسبعينات. يعني كانت الاغاني العدنيه اللي يسمونها عدنيه واليمانيه، كانت يعني شعراء مثل عنتر مثلا ولا البهاء الزهير، يعني مو اي واحد. يعني ما نقول مهففه بالسحر من لحظاتها، اذا كلمت ميتا يقوم من اللحد، من يكتب كذي؟ هذا عنتر. فانا اقصد اقول لك هذا المستوى اللي كان الشباب في جيلنا يتداول الكلمه لهذا. عشان كذي الاغنيه اليمانيه او اليمنيه او بما تسمى العدنيه اخذت زخم كبير بين الشباب، اعطتها الثقافه في الكلمه، في الشعر، في الالحان، اللحن البسيط اللي ياخذ زخم، نوع الايقاع اللي قاعد يستخدم ايقاع جديد على اذننا اللي هو في يسمونه الجليساندو، هذه اللي هو الهندي الضغط، هذه جديده علينا.
بس احنا طورناها واصبحنا نفرخ فنانين من خلال هذا الجو اللي كان موجود. طلع فنانين منهم المرحوم المطرف. المطرف كان جزء من انتاج مدرسه، مدرسه مرت على الكويت وما زالت تاثيرها حتى في الاغنيه الكويتيه لليوم. من السبعينات كان الايقاع العدن اللي هو الموجود اللي هو الهندي ما زال متداول لليوم كجمال، لان اللحن الالحان الهنديه المفردة الهندية دشت مع اللغة العربية في كثير من الأشعار. كان مشاري العريفان الله يرحمه اشتهر في هذا الجانب من الغناء الهندي، الكلمات الهندية والشعر العربي الفصيح. هذا الجانب اللي احنا يمكن اذا تقدر تضيف اعطيه الفرصه. الله يعطيه طولة العمر مشاري عرفان، عايش تقول الله يرحمه. الله يرحم الحي والميت. الله يرحم الحي والميت. نعم اكيد اوجه له تحيه. نعم بيوسف. طبعا نبي نعرف يعني التمازج هذا بين الالحان الهنديه والايقاعات العدنيه والكلمات الفصحى. يعني هذا كان كوكتيل صعب ان يعني يتم، لكن النتيجه كانت رائعه وينشهر من الكويت. نعم هو الموضوع طبعا مترابط. ليش احنا بدينا محمد جمعه خان؟ يعني مثل ما تفضل الدكتور مؤففه، مثلا شعر عنتر، محمد جمعه خان هو اللي اسس الحركه هذه انه ياخذ اشعار من الشعر الجاهلي، الشعر العربي القديم اللي ممكن يشهر الاغنيه على نطاق اوسع بايد من المحيط الجغرافي اللي هو فيه، مو بس اليمن. نعم. عشان شيء تشوفين احنا ترى ما لنا حدود مع اليمن. نعم. بس مع هذا وصلنا الفن ويعني كانهم جيراننا، وبالعكس. نعم. يمكن صار فيه اهتمام بالفنون اليمنيه من الكويتيين اكثر بعد. اللي عرفته منك بعد في اتصال سابق انه قلت لي يعني كانوا يجون ياخذون تراثهم من عندنا احنا، بما ان كانوا عندنا ناس تحب ان تحتفظ بهذا الارشيف الجميل، يعني او ان إعادة احياء اذاعه اليمن ياخذون الاشرطه مات محمد جمعه خان من الكويت. ما عندهم من كثر ما اشتهر ارض الكويت، ارض يعني خصبه ولاده، تاخذ الفنون وتعيد تطويرها مره اخرى ويطلعون بشكل جديد في كثير من الامور يعني من الفنانين. لكن احنا نركز على شباب الكويت اللي استمر من السبعينات لغايه 2015 الان. نعم. وهو مستمر في هذا الزخم الثقافي للاغنيه العربيه المؤصله. نعم. بغض النظر عن الايقاعات، يقول لك مثل واحد يقول هذه ايقاعات هنديه. أيه. مال التراث الهندي، احنا تراثنا ابائنا واجدادنا خذوا حتى يعني فنون خذيناها من الهند باسفارهم. التمازج الثقافي هذا ما بين الهند، ما بين اليمن، ما بين الخليج. لا وبعدين يعني صراحه دكتور كان شقة يعني الوقت اللي كانوا فيه، لا كان في تواصل اجتماعي ولا واتساب ولا كان ايميلات. وانتم الجيل هذا خذيتوا الزبده. محظوظين حيل محظوظين. ابي اعرف منهك غرام ايش كثر تعبتك، خصوصا انها هي على ستايل قديم. هي فكرتها يعني اني اخذ القرار في اني اطرحها ولا لا. فكره موجوده من زمان، انا يعني حاب اني يعني او لي طموح اني ارجع لهالزمن اللي قاعد نتكلم عنه. لانه ما يصح الا صحيح بالبدايه. ثاني شيء هو فن فعلا جميل وبشهاده الكثيرين من جمهوره يعني لا يعد ولا يحصى. حبيت ان اول البوم يكون لي في اللون هذا، حتى يعني اترك فكره عند الجمهور او اترك بصمه ان هذا هو لوني انا المفضل، وحتى اللي ما اتاحت له الفرصه انه يسمع هاللون قبل يسمعه او يتعرف عليه، لان في دول او اقطار في الوطن العربي ما عندهم فكره عن ما وصل لهم. يمكن بعض الاغاني اللي اشتهرت باليمن بس ما سمعوا الفنون هذه. فكرتها كانت باخر الالبوم هي يعني كتبناها ولحناها وسجلناها والحمد لله خذت الهد الحمد لله. فيصل نتكلم مرة ثانية عن أهم ما يميز يوسف المطرف الله يرحمه، خصوصا بعد ما أنه يعني هو بروحه صار مدرسة في هذا المجال. يعني صحيح. هو لحن أيضا ولحن بحس كويتي، يعني خل عنك الاندماج الإيقاعات الهندية والعدنية والفصحى، هو صار عنده مدرسة خاصة في كويتية بحتة. كلمني عن هالجانب. طبعا المجال اللي راح نتكلم عنه هو مو مجال ميكانيكي او ولا هو فيزيائي، يعني القصد انه في مجال اخذ وعطى وايد، خصوصا انه يعتمد على الحس. يعني بالنهايه هي مجرد اراء واستنتاجات. انا يمكن انا حاولت الخص يوسف كان مميز ولا بصمه،
ولا مدرسة، والناس بدأت تقلده وعلى أثر يعني شق لياده بالصحراء، والناس اليوم خلاص صار شارع عام هذا. حلوة هذه. يعني قد كده. عجبتني. ليش؟ أنا دائما هذا السؤال كان يشغلني يعني. فوصلت إلى خمس نقاط أنا أعتقد أن أنا أقدر أختصر، أنه حتى الخمس نقاط تتداخل فيما بينها بين بعض، لكن خمس نقاط رئيسية أقدر أقول اللي ميزت يوسف عن أغلب الفنانين إذا ما كانوا كلهم يعني. نعم. يوسف أول شيء طبعاً عنده قدرة عالية في العزف على آلة العود. طبعاً حتى تعريف القدرة في العزف على آلة العود في مدارس، في مدارس التكنيك السلالم السريعة المتتابعة، ويمثلها مثلاً شخص نفس منير بشير أو الشريف محي الدين حيدر أو نصير شمة في العصر الحديث، اللي تكنيك إبهار سلالم سريعة متتابعة. في مدرسة ثانية لمدرسة الحس اللي يمكن في مصر كانوا يتميزون فيها أكثر، عندنا رياض سنباطي محمد عبد الوهاب اللي ترجم أحاسيس بس مو بالضرورة تكون كتكنيك سريع. أي. يوسف الله يرحمه. فريد لا ترش بعد. فريد بالتكنيك. بالتكنيك طبعاً. أي. المدرسة الأولى. يوسف الله يرحمه مزج ما بين الاثنين بهوية خاصة، يعني لليوم رشة يوسف، نبرة يوسف نبرة صريحة واضحة تسمعينها، عنده قلبة ريشة يعني تميزينها من بين ألف عازف عود لا يمكن تقلد يعني. هذا جانب. في جانب ثاني توا قبل يمكن قبل أن ندخل الاستديو كنت قاعد أنادي العازفين وأخوي الأستاذ الكبير مبارك بعيد قاعد يقول تعال بروفا خلينا نضبط، فالدكتور حمد قال سمرة فيها بروفا، ما عمرنا سمعنا سمرة فيها بروفا. مثل ما تطلع تطلع. لا أنا أحد الأمور أنا سجلتها كنقاط قوة كبيرة للمرحوم يوسف. يوسف السمرة عنده ما كانت ارتجالية، لأن خاصة مع زيادة عدد العازفين. ما كانت ارتجالية ولا فيها كانت؟ فيها جانب ارتجالي، لكن الأساس في بروفات، في تعب، في جهد كبير جدا يبذل. يعني بس إذا أنا غلطانة صلحوا لي، أنا أحس إن الأغنية الواحدة منه ما تطلع نفس الشيء. يعني يغني الأغنية الواحدة تطلع منه أكثر من كذا شكل. هذا الإبداع، الإبداع اللي فيه. الإبداع أنه يقول الكلام وبعد فترة تلاقي يطلع كلام آخر بنفس الفكرة أو بأداء آخر. يوسف كان هذه ميزته في التكنيك. دائما أعزف معاه. تفضل. الكلمة اللي الكل ذكرها وبالصدفة، طبعا أنا قاعد أحاكي ناس ما من غير ما أحد يدري عن الثاني. الكلمة الوحيدة اللي اتفقوا عليها واللي يعني الإنسان العادي بحواره العادي ما تجيب باله، قالوا الابتكار. نعم. هذه الكلمة صراحة هني دشت إلا بفهم شلون هالابتكار هذا، وليش الكل أجمع على أن يوسف المطرف مبتكر. الابتكار في أنا من ناحية الأداء، يعني الأغنية اللي يعطيكيها اليوم ممكن بعد فترة تسمعين نفس الأغنية بأداء آخر بتكنيك آخر، وهذه يعني دليل على ملكة فيها غنى بالإبداع. ما يلتزم في لحن، اللحن نفسه هو موجود أو العظمة موجودة، لكن الحليات اللي فيها يبدعها بلحظتها بآنيتها. نعم. فهذه جزء من الملكة اللي عنده عن باقي المطربين إذا جينا نحللها، إن عنده الملكة عالية جدا في الإبداع في بالابتكار التلحين. هذه كلها أجزاء ملكة الله سبحانه وتعالى يعطيها إنسان عن إنسان. نعم. نفس الشعر الآن ممكن واحد يقول شعر بعد فترة تلاقين أداء اختلف لأنه عند الملكة. واحد يقول شيء كمسطرة هي نفسها باكر بعد سنتين هي نفس المسطرة. نعم. يوسف ما كان كذي، كان عنده هذه الملكة الإبداعية صعب تفسيرها موسيقيا، يعني بالموسيقى ممكن تفسرها. تنحس. ايوه احساس هي كل مره يشعر فيها بشكل ثاني. ايوه بالضبط. يترجمها بشكل ثاني. بالضبط. بنفس اللحظه تطلع مثل ما هي تطلع انيتها على حسب الشعور وقتها يعني او الحس. اذا تسمحوا لي احنا ليش نروح بعيد، مثلا عندنا ام كلثوم الاغنيه الواحده مثلا الاطلال تغنيها يمكن 20 30 حفله، كل حفله لها نكهه، فالمتذوقين يقول لك لا حفله تونس اجمل، لا حفله الازبكيه كذا، هني العرب غير، هني المقدمه اطول، هني عادة يوسف كذا. المطرف شين قال يوسف لليوم الجدل، هل رموها اللي مع بعيد وبرهان كانت اجمل ولا مع الصقلاوي سنه 91؟ يعني هذا جدل موجود بالتاريخ الفلاني. ما انا موجود هني بعيد هم يدرون كانت اجود. وهذا الجدل هو اللي يعيش الفنان وذكرى الفنان فعلا. دائما اذا صار ما يكرر نفسه واحنا الاذن ما تمله. نعم. لان دائما في شيء جديد. بالضبط. احنا ايضا رحنا وزرنا الاستاذ الكبير ناصر البشاره. ناصر بشاره كان ملحن وكاتب كلمات، وهو اللي تولى يوسف المطرف في فتره انتاج الالبومات القليله جدا اللي انتجها الراحل يوسف المطرف. نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع من بعده.
كان بيتهم بالشامية، كان يلعب بالمركز الشامية. التقيت معه قلت أنا بألتقي مع الفنان هذا، مع أني أنا ما أدري أنه هو فنان ولا ما أعرف، ولكن أحس فيه لأنه كانوا من عائلة المنيس هما. إيه، فقلت خلنا تذكر، خلنا نشوف. وكانت عندي ألحان بسيطة يعني، كانت يعني أحب أحد ينقلها للناس للجمهور. فبعدين بعد ذلك أكو بالشامية ديوانية اسمها ديوانة الطريجي، محسن الطريجي. هذه الفنانين كلهم هناك يقعدون. فبعد ذلك قلت يلا أروح أشوف، أنا بلتقي مع يوسف. فالتقيت معه، كان يدندن ويدقدق وهذا، ولكن حسيت فيه عنده إحساس. كان بحدود 18 سنة يعني، لا حد يفكر ان يوسف ما كان نبيه جدا بالفن، نبيه انت يوسف هذا اللحن. اصدق الحن اللحن بعد 5 دقائق حفظه، عنده قدرة. اما سالفة نور العين هذه بيجي سكر فاكهة. ايه، كنت مسافر في تشيكوسلوفاكيا، فكل إنسان يعجب بامرأة أو يعجب بمنظر أو يعجب بشيء يعني، عرفت شلون؟ كل إنسان يعجب بمنظر عرفت شلون؟ يعجب. أنا عجبت واحدة تشيكوسلوفاكية، فقلت يا نور العين كم تحرجني نظراتك، مع ان انا ما اعرف متزوجه شنو، هذا كان طفولتي. يا نور العين كم تحرجني نظراتك، شوفني دوم ابكي لما انا اشوفك. يا نور العين كم تحرجني نظراتك، شوفني دوم أبكي لما أشوفك. توني متحلل أبرجع الكويت، قال يقرأ ولا بالجريدة فوق بالخبس وفاة يوسف المطرف. هني تغصبكت شلون؟ هات يوسف المطرف، وأنا كنت مسوي له ألحان، مسوي له كل شيء. فكان هذه الأزمة اللي كانت صعبة علي، اللي كانت صعبة علي، عزمت تعبت من موقف هذا، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. رحمة الله عليه، يعني فعلا كل اللي زامله حبه، وهذا شيء يعني إنساني ما له علاقة صحيح. بالفن. لكن مطرف ما فكرت أنك ترجع تتخاطب شوية مع ناصر بشارة، تشوف شنو كان مجهز للوالد رحمة الله عليه، يمكن أنت تطلق بألبوم ثاني لك؟ لا، عندي فكرة أنا عن الأعمال اللي الأعمال اللي كان مجهزها وسامع أغلبها تقريبا. طيب، بس يبي لها وقت شوي عشان يستوعبها الجمهور. شلون يعني مالت ذاك الوقت، هي مالت الثمانينات والالوان اللي سواها مع بعض قويه ثقيله على جمهور اليوم.
لا ان شاء الله ما تكون ثقيله، بس هي كيفيه يعني طرح ثقل الثقل القديم، الثقل الفني هذا انا اقصد، ما اقصد انه يعني ما تكون محبوبه. لا الثقل الفني القديم اللي احنا عرفنا عليه. خفت انك يعني تاخذها تطرحها بهالوقت؟ لا بالعكس انا متحمس جدا، بس ابي اعطيها حقها، وعلشان تاخذ حقها لازم نختار الوقت المناسب اللي نطرحها فيه. ان شاء الله يعني اختيار الوقت مهم جدا في طرح مثل هذه الاغاني، علشان ما تمر مرور الكرام او انه ما يتجاهلها الجمهور او انه ما يسمعها، لانها انت سويت لها ناس نبض حلو من خلال منهك غرام. اي سويت لنا شبه قديم، الحين نبي القديم الاصلي. ان شاء الله في القادم من الايام ما يكون شريط كامل، يعني انت تقدر تحط مثلا سنجل، لا اغنيه من بين أربع خمس ست اليوم يعني. راح تسمعنا ليش يا ظالم؟ تسمعكم يا شباب. يلا ان شاء الله ما حد يظلم الثاني. نسمعها منك. Thank you.
اتبع خيالي اسال نجوم السماء عن الاحباب واعيش ايامي واذكر احلامي وابدو لدجى الهوى اضحى سرار يا ما ليالي اتبع خيالي اسال نجوم السماء عن الاحباب واعيش ايامي واذكر احلامي وتقول لي دجى الهوى اضحى سرار في يوم راح تندم انت على الهجران وتقول لي كفاك ما تحمل انا البلا في يوم راح تندم انت على الهجران راح تندم انت على الهجران كفاك ما تحمل انا البلا يا ربك الحسن من يا ربك الحسن من بالصد أطراكي حتى قتلني بفر الحب مبلاك حتى قتلني بفر الحب هاتفي من احد اصدقاء الراحل يوسف المطرف معانا ابو عبد الله مؤيد شهاب مساك الله بالخير ابو عبد الله وحياك الله مساك الله بالخير اختي غاده مسي عليك ومسي على الحضور الاستاذ حمد الحضاد فيصل خاجه واخوي الصغير الحبيب مطرف المطرف حبيبي يا ابو بالاضافه الى الفرقه اللي الماسيه انا اسميهم صراحه اللي ذكرونا بايام قبل اخوان الشيحه والعازف الكبير مصغار بعيد الله يعطيه الصحه والعافيه اللي دام المرحوم وكنا نحضر له السمرات وكان مبدع ولا زال مبدع والله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيهم جميعا الصحه والعافيه ويتمون كذي يطربوننا بهال الالحان الجميله والعزف المتقن وعبد الله ابي اتكلم شويه عن الفتره اللي كانت تعقد فيها الجلسات الغنائيه عندكم بالديوان كان يوسف المطرف يكون يعني موجود وهو اللي يؤدي هذه الجلسات والله اختي غاده ايش اقول لك يعني اول شيء خلينا نتكلم عن يوسف المطرف مو
كفنان كإنسان. نعم. يوسف المطرف كان يعني من يعني شو أقول لك شعبي لدرجة ما تصور أهل الكويت خلنا نتكلم. يوسف صديق الكبير الصغير قبل الكبير. نعم. يوسف الإنسان المحبوب الحبيب اللي يقعد في مكان صراحة الله يعني رحمة الله عليه يعني يدخل القلب الكل يتمنى يقعد معه. طبعا يوسف معرفتي فيه أو بدايتها كانت سنة 85 يوم الألبوم اللي غناه اللي هو عالم السر. طبعا معرفت فيه عن طريق طبعا الأخوان الملحنين الأخ عدنان بشارة والأخ ناصر بشارة حكم الجيرة كنا فريج واحد. وطبعا محمد أخوي عاشق الفن محمد أخوي شغيل محمد شحاب وهو عاشق الفن بصالح. فكانت البروفات تقام عندنا في الديوانية وكنا يعني كنا ننطر متى ينزل الشريط. أذكر كان علينا عطلة الربيع شهر 2 85 فكنا ننظر الألبوم بشغف يعني كانت ألحان جدا جدا يعني مميزة وكنا نسمعها فنشوف أرض الواقع لما تطلع. وإحنا كان لنا السبق أن يابو الكراتين أذكر من بعد الاستديو يابو الكراتين قبل لا يوزعون المحلات يابوها عندنا الديوانية. نعم. فمن فرحتنا وزعنا على الأهل وكذا. فقاعد أقول لك يعني يوسف رحمة الله عليه لا بصمة ومحبوب لدى الناس كلها يعني أنت تشوفين أغلب شباب الجيل يعني سواء من شباب ولا بنات يتمنون شيء يعني ينطرون أي سمرة يغنيها يوسف المطرف. كانت تسجيل شلون عندكم بالديوانية؟ لا أنا أقول لك لا تسجيل شوفي أنا مسجلة عادية؟ لا والله أنا بشي تشوفي يعني بالأخ سامي الوهيبي والأخ علي الوهيبي الوهيبي يعني كانت تحتضن يوسف مثل ما إحنا نحتضنه. بالإضافة إلى الأخ مشاري رويح يعني كان عنده تسجيلات روعة. محمد أخوي كان يقوم بالتسجيل صراحة يعني كان عنده دك وكان بحضور عدنان بشارة وناصر بشارة والعازف لقاء المعروف عبد الله دريقان بالإضافة إلى سالم رميح. فهذين كانوا متواجدين وكانوا فيهم ميزة أنه وقت بعد الظهيرة يعني بعد الغداء ما يبون أحد يتكلم بس يبون يسمعون يعني حتى الإبرة ما يبون يسمعون صوته. فساعات أنا بربعي فيقول لي محمد أخوي لا حد يصفق لا حد يشربك إنزين ما يصير سمرة. قال لي هذه مو سمرة هذه قاعدة طرب وسمع يعني دويقة. وأنا صراحة أقول لك إياها يعني أغاني الراحلة أم كلثوم عبد الوهاب وفريد ترى عرفتهم والله العظيم إني عرفتهم من الراحل يوسف مطرف. أنا يعني أنا ما سمعتهم صراحة من أم كلثوم يعني حبيت هالأغاني عن طريق يوسف المطرف أمانة أقول لك يعني كان يقعد في الديوانية ساعة أنا معه يعني ساعات ما عندي دوام يعني وقت الدراسة في أيام ليش أذكر من الساعة 9 للساعة 4 الفجر ما يهد الأوت يعني كان طبعا يعني وفاته كانت مثل الصاعقة صراحة علي. ومع الأسف يعني توفى يوم يعني عيد ميلادي 22/2 هو توفى فجر 23 يعني كان الخبر علي يعني مثل الصاعقة صراحة. بس الحمد لله يعني أنا أقول لك الحمد لله اللي خلف ما مات وطلع يا أخوي الصغير المطرف وأنا يعني تشرفت معرفته في أعتقد 2010 كانوا يتكلموا عن مطرف ومثل ما تفضل أخوي عزام الحميدي كنا نسمع. فجمعنا جيل الراحل جمعناهم بالديوانية مع محمد أخوي شهاب أخوي ونفس الفرقة عبد الله دريقان. فهذه كانت يعني أول ثمرة نسويها والكل أشاد صراحة يعني حتى نحن نقينا أغاني معينة مميزة للراحل وفعلا يعني كنا نلف ويوهنا عندي نسمع الراح يوسف موجود سبحان الله لا زال بيننا يوسف كنا يعني هذه الشغلة فلله الحمد يعني وأخذنا واتمنى يعني أن مطرف يستمر وما شاء الله يعني حقق نجاحات يعني أنا كانت صراحة لي لقاء مع الأخ سالم الهندي مسي عليه بالخير شفته في إحدى المجمعات التجارية فكلمت عن مطرف لنا وحتى كنت أبي مطرف يوصل لأن أدري عنده القدرة وراح يكون هو واصل بصوته واصل لا أنا قاعد أقول لك لأن فعلا هذا يعني يوم كلم سالم الهندي حتى قال لي شغلة قال لي إنه أعتقد كانت مغني أغنية ولا راح الأمل نعم. وحازت على المركز الأول في إحدى القنوات الإذاعية نعم. فقال لي من اللي يدعمه قلت له لا هو اجتهاد شخصي ما في وراء أحد فضحك
انزين فقلت له اتمنى يعني تبنون لان من زمان ما يعني جيل رويشد وجيل نبيل وكذا احنا امتداد الحين ما شفناهم يطلعون على الوطن العربي وكذا احنا نعم. ودنا وانا اعتقد قلت له عندي احساس مطرف ان شاء الله راح يكون له شان كبير في المجال الفني ان شاء الله باذن الله مشكور وعبد الله ان شاء الله عموما يعني قاعد اقول لك يوسف من الفنانين اي اغنيه اي موقف يجيدها اذا حط بباله شيء الله يرحمه كان يقوله رحمة الله عليه شكرا لك وشكرا على هالمداخله ونتمنى لكم يعني التوفيق وفعلا يعني انتم ربع الراحل يوسف المطرف يعني ما قصرتوا ابدا في تزويدنا بكل المعلومات اللي نحتاجها علشان هذه الحلقه فيعطيكم العافيه ومشكورين وبما ان نذكر البومات غنائيه للراحل يوسف المطرف احنا رحنا تسجيلات زرياب وتعرفنا على الاخ رضا وعندنا هذا التقرير حابين نعرضه ونرجع لكم من بعده اشتغلت مع الفنان الراحل يوسف المطرف هي 10 سنوات بالضبط يعني من 93 لغاية 2002 شوف هو اللي حبوا يوسف المطرف حبوه لأجل شخصه في الأول مش شخصية يوسف المطرف مش كفنان وكعازف وكمغني لا عشان كده الناس اللي حبت المطرف حبته بإخلاص ومخلصه له لغايه دلوقتي يعني وانت تشوفهم في اي مكان واي مكان تقعد فيه يعني كل الناس اللي اتعاملوا مع يوسف المطرف حبوه اولا لشخصه سنين الفن وده انا عن نفسي يعني الموضوع دواتي هو شخص يوسف المطرف اكثر ما هو فنان يعني انا اقول لك موقف عشان اقول لك الناس اللي بتحبه دلوقتي وكبروا يحبوه يعني انا كنت في مره قاعد في المحل معاه ودخل الولد صغير عاوز ياخد ايقاع يعني كان ساعتها الايقاع بثلاث دنانير او حاجه كتوات يعني فدخلوا الولد فالمطرف حطوله في الكيس وبتاعه خلاص خلاص مني هديه ليك والحديات يعني انا عاوز اوريك اي حد يخش له يعني حتى الصغيرين حتى لو دخل واحد صغير على المكتب نواتي كان عادي استاذ يوسف عاوز اسمعك تعال حاضر اقعد تعال يعزف له يعني كان انسان بمعنى إنسان تواضع هو مدرسة شاملة للكل مدرسة فيها فن فيها أخلاق مدرسة فيها ذوق فيها هو فن بكل حاجة صراحة للأمانة يعني وأنا عشت معاه عيشة حلوة عيشة أخ لأخوه مش مسألة الشغل بس يعني عشان كده أنا عمري فكرت أسيب يوسف المطرف لحظة واحدة بس وأشتغل مع حد ترى برا كلمة أنا أقولها يعني طبعا الفضل لله اولا يعني قبل كل حاجه يعني لكن يوسف المطرف فضله على ناس كثيره جدا وانا اول واحد منهم ليه الفضل عليا يعني للامانه هو الانسان حضرني بجد يعني حضرني وانا كنت فعلا اخوه مش كلام ابدا وعالم ربنا ان الكلام ده مش مجهد. Thank you.
نساك وبدار الأحزان رماك قالوا مرادك نساك وبدار الأحزان رماك لمتى ناطر وصاله وهو من قلبه نهراك لمتى ناطر وصاله
كاتبها وكاتب انه يتميز بالتوافق العصبي العضلي إيه؟ وهذه شغله مهمه جدا في العازف. هذه شغله يعني مميزه وتكاد تكون بصمته الخاصه يعني أيه. يعني انا ما شفت عازف يغني جمله معينه مثلا ويعزف شيء ثاني تماما يكون مختلف ويطلع بهارموني او بتناغم جميل. يوسف ابتكر هالشغله وفي ناس بدت تاخذ هالخط هذا يعني سواء كان اللحن يمكن الكلام الحين اقوله شويه فني اكثر يعني تقني اكثر يعني كان يغني مثلا بلاش تبوسني في عينيه مثلا ويصورها نفس اللحن بس من منطقه مختلفه فصوته مع صوت العود يطلع تناغم غريب وجميل بنفس الوقت بس طبعا يتطلب قدره وايد عاليه. هذه شغله وفي توافق عضلي عصبي ثاني انه يغني شيء ويعزف سلالم يعني ما لها علاقه باللحن الاساسي او الميلودي الاساسي يعزف شيء مختلف وهم يطلع شيء جميل. يعني هذه عادة يسويها إذا كان عازف الحالة والمطرب المطرب يكون بروح والعازف واحد ثاني لكن إن نفس المطرب هو اللي يعزف ويسوي يعني هو مثل عازف البيانو تلاقين إيد اليسار تعزف شيء واليد اليمين شيء في نفس الوقت هو عنده الإمكانية أن يطبقها بين صوته وبين العود في هذا اللي أنت كنت أتكلم عنه في التكنيك اللي عنده والإمكانية الإبداع عنده أنه ممكن يطلع لك صوتين في آن واحد وصوتين مختلفين
شبهت لك بآلة البيانو بالنسبة لإيد اليمين واليسار أو بالنسبة للعود مع صوته، وهذه ملكة الله سبحانه وتعالى يعطيها بعض الناس كتقنية يعني مو موجودة عند الآخرين حتى لو تدرب عليها. نعم. فهي تي فطرية جدي. الأغنيات اللي أخوة قام بتلحينها لنفسه شلون لقيتها؟ هل مثلا زادتها شيء معين؟ يعني ألحان قليلة اللي لحنها، لأن في ألحان لحنها بس أغلب الألحان الخاصة نزلها في جلسات. يعني مو بأشرطة عامة، الأشرطة العامة أغلبها كانت مع يعني كل تقريبا 90% من أعماله كانت هي صحيح الجلسات. هذه معلومة أنا كان ودي أذكرها بالبداية، أنا دائما أركز على يوسف الجلسات أكثر من يوسف الأشرطة العامة لسبب، لأن هذا تاريخه. إيه، لأن اليوم هو عنده تقريبا 10 أشرطة عامة، في مقابل العشر أشرطة عامة في أكثر من 400 جلسة مسجلة بخلاف الجلسات غير مسجلة. غير مسجلة. هل عفوا 500 جلسة مسجلة هذه المتاحة بين أيادينا. ال 500 جلسة فيها أكثر من 4000 أغنية إحنا قاعد نتكلم تقريبا متاحة في مقابل عدد محدود من الأغاني العامة. فأكيد دائما تقييمنا يكون على يوسف بالجلسات. يعني حتى قبل شوي إحنا تكلمنا على موضوع الابتكار، هذا موضوع مهم أنا كان وايد يهمني إني أنا أتكلم عنه. الابتكار يمكن ما له تعريف محدد، لكن باجتهاد شخصي أنا حاولت أفرز نوعين من الابتكار. وأما ابتكار يكون لحظي إنه خلال العزف خلال الأداء تطري على باله فكرة معينة ويؤديها وينفذها على طول. وعلى طول طبعا الفريق متجاوب ومتجانس ويركب على الفكرة الجديدة. مثلا أغنية تسأليني متى قلبي يحبك، معروفة، أغنية معروفة يعني للفنان عباس البدري، وهو قاعد يعزفها بوزنها الطبيعي حس إنه يبي يعطيها كسرة، دخل حولها أغنية عدنية، بس هذا بدون ترتيب مسبق. في مقابل هذا في أغنية راح نسمعها مثلا بعد ما خلص صحتي، يا ربة الحسني. طبعا يا ربة الحسني تغنت بألحان عديدة كل من تفنتك فيها، الكلمات موجودة لشاعر شمس الدين بديري. أربطها كان في أغنية اسمها غني على العود يا معبودي الثاني للفنان جمع طلروة، نمسي عليه بالخير، يمكن قاعد يتابعنا، كلمناك حتى قبل المقابلة. وعلى هذا اللحن يوسف خذ الأغنية غير فيها شغلات، غير الإيقاع بدل يكون وحدة ثقيلة حولها حق إيقاع هندي واللي راح نشوفها بالفيديو بعد شوي، غير كلمات اللي كلمات كانت فهد العسكر، لكن حس ان اجواء الاغنيه تناسب هذا الشعر اكثر، وطلع بهذا العمل بمصاحبه الاساتذه برهان الشاطي اللي نهمس عليه بالخير، وبعيد اللي هم ويانا بالاستديو. ويا ريت الجماعه تقولنا اياها. انت فيك هالميزه بعد مطرف ولا ما تحسها انك يعني تغير اذا جت ببالك شغله واثناء السمره او اثناء العزف؟ أيه يعني موجوده وموثقه بالسمرات اللي انطرحت بالسوق. نعم. هذه شغله تصير لابد منها يعني. هذه تحسها بدمك يعني تسويها. أيه وايد يعني تطري على شغله ما كنت انا مرتب لها، بس لان الواحد لما يسمع أكيد كل الموسيقيين يحسون بهالشيء لما يكون عازف منفرد أو مطرب يغني بروحه، غير لما يكون مع مجموعة، فلما يسمع الآلات اللي معه والمجموعة اللي معه تطري عليه أشياء أكثر، يحس بالجو، تفتح له أبواب زيادة في الإبداع الفني. بالضبط. فوايد تصير يعني. بس أنت قاعد تكلم ارتجالاً خلال ما أنت قاعد تعزف ولا لا؟ أنا قاعد أتكلم في مكان ثاني، إنه في تحضير مسبق، إنه نفس اللحن يركب عليه كلمات ثانية، يغير إيقاعه مثلاً، بس يكون في ترتيب مسبق قبلها يعني. خلينا نشوف الأغنية اللي قلت عنها علشان المشاهدين يكونون معانا بالصورة. Thank you.
شيء رد على الصوت بعدين. احنا كنا نتكلم عن يا ربة الحسن وهم راح الحين يضبطون لنا اياها علشان نحطها، بس انا اشكر كل اللي قاعدين يتواصلون معانا صراحة كلمة بكلمة وحرف بحرف قاعدين يعيدون الجمهور المتابع لنا سواء بتويتر او الانستغرام، فالف الف شكر لكم، وفعلا يعني مشاركتكم لنا هذه وايد تسعدنا، ونتمنى ان شاء الله ان الحلقة تنال اعجابكم للنهاية. وفيصل انت عازف ايضا، واحنا محتاجين ايضا جيل جديد من العازفين الكويتيين يكونون على نفس مستوى الاساتذه اللي موجودين معانا، تحس ان عندنا هذا الجيل متوفر؟ يعني كوني انا على الهواء طبعا لازم اكون ايجابي. لا انا في الواقع. انت صريح. الواقع لا، في قد يكون في دروب، يعني قد يكون بالجيل القديم في اهتمام اكثر بالفنون، يعني وفي تتبع اكثر على الالوان الغنائيه المختلفه، الايقاعات الكويتيه المختلفه، الوان مختلفه يعني، وكان في اهتمام، لكن الحين الوضع العام الاغنيه صارت قصيره. أه. اليوم ما ادري واحد يقول لي احد الفنانين اليوم بالصدفه قاعد يقول لي بنزل البوم بدون ذكر اسامي فيه 38 اغنيه ومطرب شهير، يعني البوم 38 اغنيه، البوم واحد 38. البوم واحد المطرب من المطربين يعتبر نعرف لانه ايه. غريبه. يعني انا يعني ليش ان انت تقيسين هذا البوم بالسنه؟ يمكن نزل البومين ثلاثه ما ادري يعني. أه. بس ام كلثوم مثلا لما بالموسم الكامل تنزل اغنيتين، شنو كم الجهد اللي ينبذل في سواء الكلمات، الالحان، الاداء، العزف، الكذا، فكان في حرص على الجوده اكثر من اليوم. طيب يعني دكتور، شلون كانوا قبل اذا ردوا للاغنيات القديمه العدنيه او الحضرميه هذه، شلون كان يصير في انطلاقه جديده للاغنيه؟ يعني مثلا نيو ريليس، هذا قصدي، شلون على اغنيات قديمه يعني؟ احنا الفتره اللي كنا فيها طبعا احنا اللي خذينا القاعده مثل ما قلت لك من محمد جمعه خان. قبل محمد جمعه خان كان عندنا الاصوات، والاصوات هذه هم ثروه من الالحان والقاعده. الجيل اللي طلع مع مدرسه محمد جمعه خان او العدني بشكل عام هو اللي انطلق بحد ذاته كملحن، كمطرب، كعازف، طلع مدرسه ثانيه، يعني جيل من يوسف المطرف، جيل اخر معاه طلعوا يلحنون، يعني فهد الماص مثلا، هاني الماص اذا اذكرها اذكر يعني من اسمائهم كثير، منو بعد؟ والله ما يحضرني اسمائهم من كثر ما دقيت ليل نهار اللي وياهم. فطلعت مدرسه، هذه المدرسه احنا هذا اللي لازم نركز عليه، المدرسه انها كانت سفراء بلدهم في اليمن، واليمن في نفس الوقت استجذبوا الحياه الكويتيه لان اهل اليمن عايشين في الكويت، فصار في تمازج وتزاوج في مدرسه. يعني انا قصدي سؤالي فضل. ان الاغنيه الحديثه اللي يطلقها المطرب كان يغوص للاعماق زياده، يطلع اشياء اقدم، يعني كل ما طلع واحده جديده راح للتاريخ علشان يطلع واحده اقدم؟ لا لا مو شرط، هي بس الاساس يكون صح متى ما كان اساس الانسان، لان كلها هذه اغاني تراثيه هي موجوده. لا، في فرق يعني بين كلمه اغاني تراثيه وما بين ابدعه، الابداع اللي طلع من يوسف المطرف او غيره اخوانه، ذولا نتاج هذا الاساس، فهم تفاعلهم بدا يطلعون هم يلحنون بروحهم لون جديد وتفاعل جديد. هذه الجزئيه اللي احنا نركز عليها في الشباب، انه دائما ارجع للاصل. نعم. او الاصول سواء من الكلمه من الالحان وتنطلق، لكن لا توقف عند تطور. لا لازم يطور، مو هذا اللي وصلنا للحين، يعني مثلا يوسف المطرف مثلا جزء من هذا التطور، وهذا الشبل من ذاك الاسدي طلع لي اخر، يعني هذا اللي احنا نفرح فيه يعني. فدائما اذا شفنا التفاعل في عمليه الابداع واعاده تطوير الفنون من خلال الممارسه مو مجرد تقليد. نسمع الحين دكتور في شغله بضيفها على كلامك عن مثلا الدكتور، اغلب الالحان هذه الأسئلة القديمة اللي تكلم عنها الدكتور كانت في ذاك الوقت بالنسبة للجيل هذا غير مفهومة، نوعية اللحن، الهنك، أسلوب الغناء فيه غير مفهومة من قبل الجيل الحالي، فلازم يكون في هناك من يفهمها ويترجمها بيقدمها بصورة أفضل وكواليتي أفضل من ناحية التسجيل ومن ناحية نقاوة الصوت حتى يسمع اللحن كما هو عليه بالشكل الصحيح. وهذه عن تجربه شخصيه انا حصلت لي، يعني لم اول ما سمعت محمد جمعه خان ما فهمته، ما عرفت يعني شو يقول،
شو يقول وشنو هالفن وما في البداية يعني لأن ما استوعبته. بس لما سمعته حق أبوي الله يرحمه وغيره من الفنانين زملائه تترجم لي بصورة ثانية. فلما رديت حق الأصل مرة ثانية لقيت أنه هذا صح، بس أنا ما كنت فاهمه، كنت محتاج مترجم للفن هذا، لأن حتى الفرقة كانت تختلف أسلوب العزف جيل ورا جيل، كل هذا تطور فعلا. طيب على ما تروح عند الفرقة الموسيقية وتسمعنا أغنية إن شاء الله من أغنيات الوالد رحمة الله عليه، نشوف ربة الحسن. يا ربة الحسن من يا رب تلحسني من بالصد أغراكي حتى قتلني بمر الحب مبلاك حتى قتلني بمر الحب سعيدة تمر كأنها لحظات ساعتين قضيناهم معاكم والله كأنها دقيقتين. نتمنى إن شاء الله مشاهدينا تكونوا استمتعتوا معنا، وكل الشكر لحضورنا الأساتذة الأفاضل الموجودين معنا وأساتذتنا أيضا العازفين والفرقة الموسيقية طبعا بقيادة الأستاذ محمد الرويشد. وراح نختم بهذه الأغنية الجميلة وهذه المشاعر الراقية جدا من مطرف المطرف. محبوب عن عيني تغيب، شو السبب صديت وبديت الغياب؟ ليش يا محبوب عن عيني تغيب، شو السبب صديت وبديت الغياب؟ في غيابك شوفني مثل الغريب، والعذول يلوم ويزيد العذاب، في غيابك شوفني مثل الغريب و
والعذول يلوم ويزيد العذاب مالي غيرك في الهوى خلو حبيب غير زولك انت يا ترف الشباب الشباب مالي غيرك في الهوى خلو حبيب غير زولك انت يا ترف الشباب حشا مجروح لا تزيد صواب يكفي الهجران عني لا تغيب ترى الحشا مجروح لا تزيد صواب ليش يا محبوب عن عيني تغيب صديت وبديت الغياب ليش يا محبوب عن عيني